أنا امبارح احتفلت بيه مع الأسرة كلها وربنا يكرمه يا رب. كلنا بنحبه وبنحترمه وبنحبه جدا وبندعي له ربنا يحفظه الجايزة الجاية بقى أحسن لعيب في العالم. تخلي الدنيا تمشي وتخلي كلامها يمشي عليك، ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بين ايديك. هتفكر ليه ده الموضوع فيك، ده الموضوع ما تقولش ظروفي والله ما مساعده ما مساعده، وتحبب نفسك كده في القعده علشان في اقل منك كتير بدأوا من تحت الصفر وعدوا، ولا تيأس يا ابني في رب كبير لينا رب. أحلامك على الحيطة، وكل ما تحقق حلم روح امسك قلمك وعلم عليك حياتك، قصة فيلم ليه ما تكونش بطل
مش واقفة وبتدور وكل واحد فينا ليه دور. وبعدين هتعمل ايه وهتروح فين؟